السلام عليكم ورحمة الله. أجل في اللون عصابة الحرام اللي تحكم في الجزائر طبعا تأثيرها ما هوش غير على الشعب الجزائري، لأنه كاين عندها أذناب وأزلام من الشعب المغربي يتأثروا بها ويسلكوا سلوكها ويتصرفوا كما تحب هي، لأنهم مستوى واحد، مستوى تحت الرونجيرس. هاو نوريكم بعض النماذج في المغرب وفي الجزائر. شوفوا مثلا هذا النموذج، هذه ماهيش صحفية على كل حال، تخدم في قناة ماهيش قناة محترفين، وإنما واحدة تخدم بزوج دورو صح، مي فريمون تاع زوج دورو تاع الصح، صح، ما بس صحفية، شبه صحفية وبزاف عليها. هذه ديجا بانت عندها مدة كيفاش تحب تنطق المغاربة باش يسبوا الجزائريين على ماتش تاع كرة قدم في الكأس العربي كرة القدم، لما لعبوا الجزائر والمغرب قبل الماتش، شحال يربحوا تاوعنا وشحال قدا وشحال قدا، والناس يقول عبت الكرة ماشي، ناس عاقلين ما عندهمش قاريين كيما هي، ويتوسوش من القراية، يقول لي ما همش قاريين ولكن عندهم وعي خير منها. هاي عاودت الكرة وتشوفوا التغيوليت ديال هاد الاخر، شوفوا من بعد نقول لكم عليه وين راح التغيوليت ديالها، اسمعوها. الجماهير البيضاوية تعبر عن فرحتها بخسارة المنتخب الجزائري ليلة أمس. طبيعة الحال الجماهير كلها سنات الجماهير المغربية كلها تسنت البارح البلاغ العسكري. البارح الجماهير المغربية بطبيعة الحال تسنت البلاغ العسكري اللي كيخرجوا دائما شنقريحة والرئيس الجزائري بعد كل فوز ملي كيفوز المنتخب الجزائري، ولكن للأسف الشديد البارح ما خرجوا حتى شي بلاغ عسكري، وأكيد أن الشنقريحة والرئيس ما جاهمش النعاس. اليوم المغاربة غيقولوا كلمة هذا الموضوع. السلام عليكم، شنو رأيك في الخسارة ديال الجزائر البارح؟ أختي الجزائر حاليا دابا ما كاينش أم بوني كيب علينا، ولكن البارح كانوا غنيه استوائيه منظمين عليهم، وحنا انا خوار ما كنحملهمش، انا الجاز علاش هما بالصراوطه فهمتي ما واحلينش ليهم، هضر هذاك النهار بيلانتي هذاك الشيء ما واحلينش ليهم اختي فاطمه الزهراء، ما واحلينش عندهم العقده بقى، عندهم العقده، كنتمنى ليهم الخساره مع الساحل العاج، كنتمنى ليهم الهزيمه ان شاء الله، حتى هذيك اربعه النقاط احسن حتى ما يدوزوش بها، ما غيدوزوش اكيد ما غيدوزوش. سي عبد الرحيم السلام عليكم اختي، اشنو تبغي تقول اليوم؟ لا الجمهور انا شد سي عبد الرحمن شد الميكرو. الجمهور المغربي اختي فرحان بهذ الخساره ديال الفريق الجزائري، ونتمنوا اليوم ان شاء الله الخساره اللي كانت متوقعه، متوقعه يستاهلوا الخساره كامله، وحنايا فرحانين في هذا السوق هذا، والجمهور المغربي كله فرحان بالهزيمه اللي كانت البارح، ونتمنوا اليوم الهزيمه الثانيه ان شاء الله، والمغديمه ديما مغرب، وكنتمنوا ديما نكونوا ديما مغاربه فرحانين وناشطين وساعدين وديما ديما مغرب. بيني وبينك هاد الناس هادو اللي حنا ما مصروطينش ليهم، ما عندهم حتى البنان بعدا، دور اخويا واحد شويه اللي يصور لهم، ما عندهم حتى البنان وحنا ما مصروطينش ليهم هاد الناس. شحال البنان شحال داير؟ والبنان راهو 140 ريال راهو، ما عندهم حتى والجلفه ديالو، الجلفه ديال البنان ما عندهمش، وباغيين حنا ما مصروطينش لهم بالعربية، وحنا فرحانين لهم هذاك الخسران ديالهم، فرحانين لهم بصح بزاف، كاع ناشطين كاع راه جايبين الطبول، حنا اليوم غنديروا احتفال على قبل هذيك الخساره ديال الجزائر. وشكرا. كيف ما قلتي البنان ما دايرش عندنا حتى دولار، ما وصلش الكيلو، اشنو انت كنتي في الجزائر اختي؟ لا مشيت للجزائر، مشيت لها ولكن ماشي شي حاجه، على الكبر بلا حتى شي حاجه، الشنعه لا طياب بلا حتى شي حاجه، الكابرانا عايشين والشعب واكل الدق، واكل الدق ما عندهم حتى شي حاجه، حتى مشينا لواحد القهوه وداك الشيء، والله الا الدجاج بريش وهكاك بغيت ناكل زعما تما، وداك الشيء ديك الشوايه المغرب هنا راه ماشي مزيان، هذيك الشوايه هي كتبغي الشوايه، والله الا فك الريش خارج قسما بالله، لا عاصم شكريها راه خاصك الفريزه، شكريها الناس مسالمين، عاصم ديالاش بعدا غيدير العاصم، ما كاين عاصم حتى شي حاجه، عاصم ديال الضياف شكريها. شنو شنو تقول على الخساره الهزيمه النكراء ديال الجزائر البارح مع غينيا؟ خليهم كل ومازال غادي يخسروا مع
الساحل العاج. خليهم حنا نقولوا فيه حتى شي حاجه. الحمد لله مازال غتكون خساره مع الساحل العاج ان شاء الله. اذا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، فرحه الجماهير المغربيه بعد شفتوا كيفاش تحرض في الناس، تحرض على الكراهيه، هذه هي تحرض على الكراهيه. شكون يحرض على الكراهيه الا الغبيلين والحيوان وما عندوش كراهيه؟ الحيوان ما فيهش الكراهيه، ما يكرهش الناس. هذه شوف تغيولي التحري كذا قلت كلمتكم عليه، تقول باللي شنقريحه وتبونه ما داروش يعني رساله للفريق الوطني بعد ما خسر ضد الغناء الاستوائيه. شو ما فريمون تحميري هم يديروا الرسائل واش تكلفهم، داروها ومام مور ماتش تاع كوت ديفوار زادوا داروا رسائل، لانهم هادو هدفهم انهم يعادوا يستقطبوا الفريق الوطني وينحيوا للشعب الجزائري، يسرقوا الشعب الجزائري افراحه. وهذا العيشة هذه تمشي في نفس السياق، انها تحاول تسرق الشعب الجزائري افراحه وتضربه في افراحه، ولكن هذه ما تمثلش المغرب، ما تمثلش واحد في الالف المغاربه، ما تمثلش المغرب. كيما هذا القزادريه الجزائريه اللي حتى هي دير كيفها يعني ساهل، رافده ميكرو تروح وتجيب الناس باش يتكلموا في المغرب. شوفوها شوفوها القزادريه هذه. يقولوا لي ماروكا اي لي تونيزيا سون تري كونطون باسكو لالجيري نا با غاني. او تي سي لو كان نقول لك الكغيغي الكغيغي تاع المراركا، انا مرت خويا ماروكان لا تو كيما قال لك خسرت كاع الدار وخدتنا يما الجبانه باب الجبانه خوتي فهمتي. مني دخلت هنا والخلا في دارنا بعيد شرعك، سي اون ماروكان افيك لا كارت بلو الوغ جي لي زومير حاشاك. دونك ميساج بور لو تونيزيان لي ماروكان، لي تونيزيان لي ماروكان واش نقول لكم، شدوا روحكم ماكسيموم ومينيموم، ما عندكم ما تقدوا، حنا رابحين ولا خاسرين كي البارح كي اليوم، حنا ندوها بربي ان شاء الله نزيدوا ندوها، وانتم الكريكري تاعكم ما يدير والو، سي دو لا ميرد. شفتوا حتى هذه ماهيش صحفيه كيما الاخرى، تاع زوج دور تاع قناه هكذا تاع واحد يحط تاع يوتيوب وطبع وتجيبها تهدر وما عندها حتى تزرع. فاش تزرع في الكره، الناس تزرع الحب، الناس تزرع الموده، الناس تزرع الخير، وهذه موجوه شر يزرع في الشر، هذه وجوه شر يزرع في الشر. هذوما ازلام واذناب عصابه تاع بونديه فويوات يحكموا في بلاد اسمها الجزائر، كي هذيك المغربيه كي الجزائر، في زوج في نفس الاتجاه، اتجاه الحقد والكره. وشكون يحب شكون يزرع الكره والحقد الا شوف وجوههم بعد بشعات، وجوههم يعطيكم خبر، وجوههم يعطيكم خبر، ما كان نزيد اكثر من هيك. بينما سيبو شاب قال له الله يجعله لا قرا هات يفهم، وما نظنش ما قراش كذا، قاري خير من الف دكتور بارش من ناحيه الوعي السياسي والوعي يعني، وتشوف كيفاش يفكر هذا الشاب هذايا مغربي. مشى على الحدود الجزائريه المغربيه ويوجه كلام للشعب الجزائري. استغل لا حول ولا قوه الا كاملين بينا عارفين الكارثه العظمى اللي وقع حاليا في الجزائر، فبقى فينا الحال بزاف. داكشي علاش جيت اليوم نهضر بصدق المغاربه كاملين بلي حنا المغاربه متضامنين معاكم، متضامنين معاكم واخا غير بالدعاء، وراكم ديما في البال، وحنا خاوه خاوه. الله يرحم الشهداء اللي ماتوا من الجيش الجزائري، والله يرحم البهائم اللي تصابوا بالحريق، والله يكون معاكم ان شاء الله، وحنا راه معاكم واخا كاع الظروف اللي واقعه راكم ديما في القلب، والدليل ها هي جزائريه، وما يبقاش فيكم الحال، ربي معاكم وكلشي غادي يرجع كما كان، غير ما تقنطوش وصبروا وان شاء الله كلشي غيرجع مزيان، ثقوا بيا كلشي غيرجع مزيان، وحنا راه معاكم وغنبقاو ديما معاكم، وان شاء الله من هنا للقدام غيكون الخير ان شاء الله، غيكون الخير، وما تنساوش غنبقاو ديما ندعو معاكم حتى يدير ربي شي تاويل ديال الخير، وراكم ديما في القلب
ديما بالروج والانصار من الحدود الجزائريه اللي كتصل ما بين وجده والجزائر بالروج. شفتوا وجهه شباب ديجا وهو شاب وهذا جاي للدنيا ويزرع في الحب. كاش ما خير من اللي يزرع الحب؟ شفتوا يزرع في الحب، يزرع الموده بين الشعوب. بارك الله فيه وربي كتر من نتالو، واكيد كاينين بالملايين بالملايين سواء في الجزائر سواء في المغرب وفي تونس، ناس يحبوا بعضهم ماشي كيما دوك وجوه الشر اللي يزرعوا في الحب، سمعتوا يزرعوا في الكره، يزرعوا الكراهيه يا لطيف والعياذ بالله، سمعتوا والعياذ بالله من يزرع الحقد والكراهيه. هاي ليك اصناف انواع تصيب في الجزائر وجوه الشر حاشا من يسمع، كما تصيبهم في المغرب وتصيب وجوه الخير في الجزائر كما توجدهم في المغرب. ربي يقدر الخير بلادنا، وربي يبعد عليها ولاد الحرام، وربي يبعد ولاد الحرام على شعبنا في المغرب وشعبنا في الجزائر وشعبنا في تونس وشعبنا واهف في منطقة شمال إفريقيا. ربي يقدر الخير ويبعد علينا ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، هشام عبود، هشام عبود.